نواصل التحديات هنا الشوط الثالث فئة الأبكار هنا من سباق الحلفة هنا على أرضية وميدان سيف العرب في دانة الدنيا دبي. نسير هنا مع الأسماء نتابع ونشوف على الصدارة والمقدمة، نتابع ونشوف والشعارات الجميلة والرائعة في هذا الصباح الجميل. نسير مع المركز الأول مع الشاهينية محمد بن علي بن مطر النيادي، المركز الثالث المركز الثاني المركز الثاني مع الشاهينية حمد بن سعيد بن غانم بن رهوي المنصوري، المركز الثالث المركز الثالث مع شواهين خليفة بن عبد الله بن راشد الكتبي، المركز الرابع المركز الرابع هنا مع شواهين خليفة عبد الله الكتبي، نتابع ونشوف المركز هنالك الخامس مع نجاح حسن بن علي بن حسن بن مروان الظاهري، المركز المركز نتابع ونشوف، نذهب إلى المقدمة نذهب إلى الصدارة مع الشاهينية محمد بن علي بن مطر النيادي، المركز الثاني نجاح حسن بن علي بن حسن بن مران الظاهري، المركز الثالث مع الشاهينية حمد بن سعيد بن غانم بن رويو المنصوري. يا سلام والشعارات قادمة والمنافسة مشتعلة، يا سلام مع اللوحة 300 متر، نتابع ونشوف يا نجاح حسن بن علي بن حسن بن مران الظاهري، وايضا مع الشاهينية حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. لكن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الشاهينية سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، يا سلام يا سليمان، سلام يا سلمان، سلام سلام يا سلمان المضمر الناشئ، سلام تهانينا والناموس سلمان بن سهيل سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي، المركز الثاني المركز الثاني الشاهينية عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذ الكتبي، المركز الثالث مع الشاهينية حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. توقيت توقيت سلام يا سلمان، دقيقتين و15 ثانية، تهانينا والناموس.